ازيك يا رشا؟ ازيك يا سيسيلي؟ انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، نحمد ربنا. بقالك كام يوم عامله العمليه؟ بقالي 4 ايام. 4 ايام. ها، وتعبتي قبلها قوي عشان تعرفي تيجي هنا وتعرفي تبقي في الصراحه المستشفى؟ انا ما تعبتش حاجه خالص. الدكتور احمد الشاوي شال كل حاجه من اول بيتي لحد ما جيت مصر هنا. بجد عمل ايه؟ احكيلي. الصراحه جاب لي عربيه مخصوص على حسابه، جدع والله. او شال الكراسي من قدام ونزل لي فيها لحد هنا. لحد ما جيت هنا جيت المستشفى كلها شالوني، حتى جت العربية طلعوني لحد فوق ورعوني. الصراحة وجابك انتي وجانا، أنا صح؟ وجانا ما طبعا معايا بيتشي، وعملي أوضة مرافقة في بيتشي أنا وهي. بصراحة ما تخلاش عني، وقف جنبي 10 أيام قبل العملية. ربنا يبارك له والله. بيصرف على بيتشي، فتح لها الكانتين هنا ببلاش لها، لجانا عايزة عشان أوقف لي الأكل عني قبل العملية ب10 أيام. انت قعدتي 10 ايام ما بتاكليش خالص، لا صح؟ ما سمعت، باكلش، ولا ميه؟ لا ميه بس عصير. يعني ميه بتشربي ميه وتشربي عصير، بس ما ينفعش تاكلي عشان يحضرك للعمليه، حضر صح؟ العملية. صراحة مراعية جامدة، تحليلات كل شوية، اشاعات، حتى بتوع الاشاعات جابوا لي لحد الأوضة، عامل لي اشعة على رجليا، وفي بيعمل لي جلسة مع الدكتور محمد جبر، بيعمل لي جلسة على رجليا كل يوم. كنت دكتور محمد جبر بعد العملية بيجي يعمل لي جلسة، جدع والله. وحتى قبل العملية جاب بتاع الاشاعات كلها، اشاعات رجلي، عملية لي هنا، عامل لي ايكو هنا في الأوضة، وعمل لي برضه رسم قلبي عادي هنا في الأوضة، وعمل لي انا سمعت الاول ان انت في قبل العمليه كذا دكتور كلمك عشان يعمل العمليه لما شاف قصه حقيقيه، زي ما انا دكاتره كتير كلمتني برضو. قلت ناس لهم ايه كلموني بقى؟ قوي، ناس كلموني قوي بعد تاني يوم على طول، تاني يوم البرنامج. بس انت اخترتي طبعا دكتور احمد، عشان دكتور احمد هو اللي اتبنى الحاله في ساعتها، هو الصراحة اللي لا جالنا. لا، واتصل بيا على طول ورعاني، حتى هو كان بيراعيني في اسكندرية قبل ما اجي هنا. وانا كنت عايزه هنا، كنت عايزه ست جانا، وست جانا خدت مني المايك. ها، قررتي انك هتاخدي مني المايك؟ هتسالي انت ولا اسالك انا؟ انت عندك كام سنه؟ 12. 12. انا سمعتك كنت بتتكلمي في التقرير، تعرفي تطبخي؟ اه برافو. ده انا ما بعرفش. تعرفي تعملي ايه تاني؟ امزح واطبخ كل حاجة. تعرفي تعملي كل حاجه؟ عملتي ايه لما ماما جت هنا؟ كنت قاعده معاها وبتشوفيها؟ تعملي بقعد كل حاجه؟ معايا انا وهي، ما تقعد انت بس؟ اكلهاش ما عشان عملية. ايوه، لازم تقعد 10 ايام كانت بتشرب ميه بس، ما صح؟ ينفعش تاكل. لا صح؟ باكل فوق في الكافيتيريا. هتروحي فين مع ماما يا ست جان؟ توديني الدروس ونفسح انا وهي. كل الدروس، ها؟ هتفسحوا فين؟ نفسك تروحي فين؟ ايه، بحر. تفسحنا اي حته. هتفسحكوا اي حته؟ هتروحي فين؟ البحر، هتروحي النزهه. البحر مع ماما؟ الله يخليك يا سيدي، الله يخليك يا رب، حبيبتي يا رب، الله يخليك. بيسعد لي قلبك. الله يسعدك يا رب، وتبقى اي مجيب بقى اللي جاي احلى واحلى يا رب. يا رب، وانت كمان يا رب يكبرك اكتر واكتر يا رب. حبيبتي حبيبتي، متشكره لكل كلهم الصعب بتاع التصوير، ربنا متعبين يخليك. معايا الصراحه. انت كمان ربنا يخليك يا رشا، ويسعدك ويشفيك ويعافيك يا حبيبتي. الله يخليك حبيبتي يا رب. الله يخليك. أراهن إن كل اللي اتفرجوا علينا اتأثروا جامد، وشافوا دموع، و المفروض ان احنا نحاول نساعدها، وتعاطف وحاجات كتير، حاجات كتير قوي. انا شفت حاجات كتير لما روحت هناك، وممكن نبقى نحكيها في يوم من الايام، لانه ممكن تحس انه في عواطف كتير متضاربه مع بعض. يعني في حاجات كتير قوي تحس انه زي ما بيقولوا هي مش عارفه تعبر، او منفعله، او احنا هنشوف قدام ايه اللي هيحصل، وهنفضل نتابع لحد ما نوصل للي هيحصل، لحد ما تشوفوا كلكم حلم بيتحقق، تغيير بيحصل، يمكن يبقى تغيير كمان في الشخصية، تغيير في النفسية، هنشوف. لحظات جميلة زي دي مين مننا ما يقدرش يقول انه فرحان؟ فرحان لانه ربنا جعله سبب في انه يحقق حلم، حلم حد كان حاسس بالقهر والظلم وانهم خذلوه، ويشاء ربنا انه يبعت معانا مفتاح الفرج. رشا الحمد لله خرجت من العملية بالسلامة، بتستعد دلوقتي نقطة تحول هتحصل في حياتها بعد ما وزنها يبتدي ينزل مع الوقت، يا رب على خير، تبقى قادرة تتحرك وتمشي، تمارس حياتها بشكل طبيعي مع بنتها جانا. شفتوا في عينيها وصوتها قد ايه هي فرحانة ومبسوطة مع مامتها. انا عشان خاطرك انت يا جانا والله، وانت عارفة، حاسة ان حلمها هيتحقق، بس لسه الحلم ناقص، فاضل له عملية تانية زي ما دكتور أحمد كان بيقول.
لسه ناقص شويه خطوات، محتاجه صبر وعزيمه واراده، محتاجاكي يعني تتعبي معانا شويه يا رشا، تعملي مجهود شويه يا رشا زي ما كنت بقول لك في المستشفى.